النمسا ثالث أعلى دولة في الضرائب في منظمة التعاون الاقتصادي. تقرير يشير إلى ازدياد عدد الفقراء في النمسا بأكثر من الضعف. وحريق بفعل فاعل يلتهم 13 سيارة كهربائية في النمسا السفلى. زيادة الأحكام على المدانين في هجوم فيينا الإرهابي 2020. وشركة ماغنا تسرح 500 موظف بعد فشل صناعة سيارة كهربائية. وبيع لوحة فراولين ليزر المفقودة ب 35 مليون يورو. السلام عليكم مشاهدينا، وإليكم نشرة أخبار هذا اليوم. وفيه أظهرت دراسة سنوية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن النمسا تحتل المرتبة الثالثة في مجال الضرائب والرسوم بين الدول الأعضاء. وبلغت الوتيرة الضريبية في النمسا العام 2023 47.2% للعامل الفردي، وارتفعت قليلاً مقارنة بالعام السابق للأسر ذات المعيل الواحد مع طفلين. وبلغت الوتيرة الضريبية 32.8%، مما يجعلها ثالث أعلى عبء ضريبي في المنظمة. وفي المقارنة الدولية كانت بلجيكا وألمانيا تتقدمان النمسا في الوتيرة الضريبية. أظهرت إحصاءات النمسا الرسمية ارتفاعاً كبيراً في عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع، حيث بلغ عددهم 336 ألف شخص، أي 3.7% من السكان، وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق. ويتباين الرأي بين السياسيين بشأن تفسير هذا الارتفاع، فبينما يرى بعضهم أنه يعكس تدهوراً اقتصادياً واسع النطاق، يرى آخرون أن الأمور لم تتغير بشكل كبير، ويعتبر الأطفال والشباب الأكثر تضرراً، حيث بلغت نسبة الفقر بينهم 5.3%، وتعرضت النساء أكثر من الرجال للفقر، خاصة الأمهات العازبات. قام مجهول بإحراق 13 سيارة كهربائية بساحة شركة تجارية ليلة الخميس في إبسبورن بالنمسا السفلى، وتشير الأدلة إلى احتمال حدوث عمل تخريبي. واضطرت فرق الإطفاء للتدخل لإخماد الحريق الذي التهم المركبات بالكامل، وقام الإطفاء بتبريد بطاريات السيارات بالماء منعاً لانفجارها وفقاً لقائد الفريق. وتجري التحقيقات لتحديد سبب الحريق، حيث يأتي هذا بعد حريق آخر في مصنع للحوم بمنطقة تولن تمت السيطرة عليه من 200 رجل إطفاء قبل يومين. وأيضاً أدين 3 رجال مجدداً يوم الأربعاء في جرائم متعلقة بالهجوم الإرهابي في فيينا 2020، حيث تم تجديد العقوبات عليهم جميعاً. وأكدت المحكمة عضوية المتهمين في تنظيم داعش، وتضمنت العقوبات السجن 20 عاماً للمتهم الأول، والسجن مدى الحياة للمتهمين الثاني والثالث. وفيما رفض المتهمون الثلاثة الاعتراف بالذنب، طالبت النيابة بإيقاع أقصى العقوبات عليهم. ويعود التحقيق إلى توجيه تهم للمتهمين الثاني والثالث بنشر دعاية لداعش، في حين ساعد المتهم الأول في شراء الأسلحة والذخيرة. أعلنت شركة ماغنا لصناعة السيارات في غراتس عن تسريح ما يقارب 500 موظف بسبب توقف إنتاج طراز فيسكار أوشن للسيارات الكهربائية، ما أثار قلقاً بشأن مستقبل صناعة السيارات في شتاير. وأكد مكتب العمل في شتاير توفير فرص عمل بديلة، حيث يوجد 12500 وظيفة شاغرة في المنطقة، مع تحديث في القطاعات الخدمية والنقل، حيث أن الطلب على عمال الإنتاج مرتفع مع أكثر من 1000 وظيفة شاغرة في هذا المجال. وتعزى التسريحات لانخفاض الطلب على السيارات وعدم اليقين في السوق العالمية. أحرزت لوحة فراولين ليزر للفنان غوستاف كليمت رقماً قياسياً في مزاد إيمكينسكي في فيينا، حيث بيعت بمبلغ 30 مليون يورو،
ومع رسوم المزاد وصلت القيمة إلى 35 مليونا، ويعتبر هذا أعلى سعر دفع على الإطلاق لعمل فني في النمسا، وقدرت قيمة اللوحة بين 30 و 50 مليونا، وتم بيعها نيابة عن عميل في هونغ كونغ. وكانت لوحة فراولين ليزر مفقودة لمدة تقارب 100 عام، وظلت مخفية في مجموعة خاصة نمساوية. ومع نهاية أخبارنا نشكر لكم مشاهدينا حسن المتابعة، دمتم بحفظ الله ورعايته، مع السلامة.